اعطوني سؤال سلطان في الجولة الثانية، جولة من القائل الرفقة اللي من سلفها على ماش لا تروي الضامي ولا تمنع الجوع نايف الأكلبي فهاد البقميرة كان بملهي عبد المجيد بن نفال. طاق يا ابو هيف هاشتاج؟ نعم الف نقطة يا الاخويا. طيب ولي. نروح للهاشتاج. تعرف نايف الاكلبي صح؟ ما اعرفه والله. ما تعرف نايف الاكلبي؟ لا والله. طيب عبد المجيد بن نفال تعرفه؟ ما اعرف فيهم الشعار ذولي، ما اعرف فيهم احد. ركان بملهي كلهم والله ما اعرف صدق. فهد بقمي كلهم. نايف الاكلوبي مره ما اعرف ولا واحد فيهم. طيب نشوف الحين وش تبزعد الجمهور. تحيه للي ذكرت اسمائهم بكل تاكيد يستاهلون. هنا الكاريزما تيريري قلوب بنفسجيه يا جماعه. من اللي قد تابع برنامج كاريزما نسخه الاولى؟ ما قد تابعته؟ ها؟ ما حد قد تابع برنامج كاريزما النسخه الاولى؟ فيها؟ ها؟ كنت فيها انت؟ ايه تابعت لقطات. وش اللقطة اللي بما ان كاريزما 2 جاي في الطريق؟ ما ادري والله، بس شفت قبل ادش القناة قاعد اشوف النسخ اللي قبل ناشون وسوون ما يسوون، فاذكر كانت فيه مشاجرة بين وليد قشيران ما ادري مع من. كان فيه مشاجرة. طيب كان يلا قول لي يا سلطان. ثبت وحثبت. ثبت. بسم الله. ايفا تقول نايف الفهد بن محمد. استاهل. اعطونا جواب. الف مبروك 500 ريال. يا فهد. طيب الان استنفذ سلطان جميع وسائل المساعده، باقيك ثلاث جولات بذراعك يا سلطان والله يوفقك ان شاء الله. زياد جاهز؟ جاهز. اعطونا الصناديق لزياد. اثنين وعشرين. كم نقطة معلش؟ 600 نقطة ما شاء الله تبارك الله. يلا اعطوني سؤال زياد من القائل، من اللي قال هالبيت يا زياد؟ خليه يطلع. يقول البيت فوق ظهر العبية وبالعقال المقصة بخضعت مملكتنا الحكم عبد العزيز فلاح بن فراج خلف القحطاني وليد البحيح نايف الرفيدي. ومعك 40 ثانية. أقول فلاح بن فراج. نثبت؟ ثبت. ثبتوا لي على فلاح بن فراج. واثق؟ لا والله شفت اسمه وقلت بختار. اعطونا الإجابة. افتاك عداك. طيب الصوت يا اخوان. عبد الرحمن جاهز؟ اعطونا الصناديق لعبد الرحمن الفهري. 10 300 نقطة يا عبد الرحمن. يلا جاهز؟ اعطوني سؤال عبد الرحمن. سؤالك يقول حنا نجيب الفعل وانت تجيب الكلام يا شين زود الكلام اللي بليا فعل. من القائل؟ مهند الفيصل، عادل بن هيف، عبد الرحمن العصيمي، فهد المطيري. مهند الفيصل، عادل بن هيف، عبد الرحمن العصيمي، فهد المطيري. عبد الرحمن العصيمي. مثبت؟ ثبت. طيب تعرف مهند الفيصل؟ ها؟ مهند الفيصل تعرفه؟ لا.
ما تعرف مولد الفيصل. فهد المطيري تعرفه؟ لا. عبد الرحمن العصيمي تعرفه؟ قد شفت له ظني اتوقع في تويتر. ايش؟ قد شفت له في تويتر ظني اتوقع. طيب عادل بن هيف تعرفه؟ ما ادري. طيب يلا دقيقة. انا المدير التنفيذي صالح بن ابراهيم الحسين. طلب بسيط من اخوك الصغير. نحتاج مويه مقري فيها ونرشها على القرية كلها. صدق والله العظيم يا صالح اني اتكلم وانا صادق. والله يا صالح حسين اتكلم وانا صادق. نحتاج مويه مقرية. اسال سلطان اقول تعرف نايف الاكلوبي؟ نايف الاكلوبي 77 يوم سنتر عندهم هنا ويقول ما اعرفه. نايف الاكلوبي الناقد. ابو عنزي يا اخي نعرفه ابو عنزي. طيب اسال عبد الرحمن الفيري يقول عادل بن هيف وانا جالس قدامه يقول ما اعرف. والله ما اعرف كيف من الحلال. طيب انا بالنسبه لي ما عندي مشكله. انت بكيك جديد عبد الرحمن. مشكلة سلطان ما اعرف نايف الاكلوبي. نعرفه ابو عنزي. يعني ما قد سمعت نايف الاكلوبي؟ والله ما اعرف ابو عنزي. طيب طيب الامور بسيطه. والله درت انها اكلوبي غير الحين. طيب اعطوني الاجابه لعبد الرحمن. الاجابه غلط. يا عبد الرحمن هارد لك. سلام سلام من خاطر معاش وسطه سلام. زعل وهو مر بأكبر من كذا ما زعل. من واحد وقع قوله مثل وقع أسهام. من الحسد صاير طبعه طبايع ثعل. حنا نجيب الفعل وانت تجيب الكلام. يا شين زود الكلام اللي بلا يا فعل. جاهز عبد الله؟ يلا عطونا صناديق عبد الله القريني بشكل سريع. بدأ يحتمي الجو. يلا 16 900 نقطة يا عبد الله. يلا سؤالك يا عبد الله في جولة من القائل وانت شاعر. عطوني سؤال عبد الله. شاعر ما انا بعرف الشعر. الراية اللي ترفرف ظلها للجميع أصولها ثابتة وفروعها بسمة. سلطان بن دويحس باسم المطيري مناحي الأسلمي مهذل بن مسفر. تاج لبيه لبيت حاج تاج التاج نروح للتاج. طيب نروح للتاج ونسوي ابديت تحديث. 700 نقطة اما 700 تروح عفوا 900 اما تروح لعبد الله القريني او 450 تروح لفهد حمد سلطان زياد عبد الرحمن حمد. طيب اخ الجماعة قاعدين يجاوبون الان. سارة تقول هالبرايم يضغط أغلب الإجابات خطأ علامهم واللي يقهر أكثر حركة أحمد مو بأحمد حمد. طيب طيب إذا ما تعرف أجاوب لو غلط لازم أنك تختارتها. طيب طيب دقيقة يلا بسم الله نعطيهم 10 ثواني الإجابات توصل. بس هنا واقعية تقول سلطان خلصت خلصت وسيلة مساعداته وهو مو كسبان من التاج شيء وحاطه فيس طايح دميعته. يا رب يطول عمرك يا بتغير. طيب دلقريني قول لي ثبت وأنا حثبت. ثبت. طيب هنا شوشو تقول الجواب مناحي الأسلمي سلطان تغيم. عطوني الجواب وعطونا الجواب. يا رب صح. ألف مبروك. 450 نقطة من شوشو. فهد جاهز؟ جاهز. الصناديق الفهد بن محمد أبركة الله. ثمانية. ثمانية 400 نقطة يا فهد. نعمة الحمد لله. وسؤالك يقول في جولة من القائل أدل كل الدروب إلا دروب النجاح وعرف كل الدموع إلا دموع الفرح. عبد العزيز أبو ظهير نايف الحزيمي سياف الحارثي أو مشعل العنزي.
أدل كل الدروب إلا دروب النجاح وأعرف كل الدموع إلا دموع الفرح. أنا والله ما أعرفهم كلهم من غير قصور فيهم يا مشعل، بس بخمن من الاسم. أدل كل الدروب إلا دروب النجاح وأعرف كل الدموع إلا دموع الفرح. معك 15 ثانية. أعرف كل الدروب إلا دروب النجاح وأعرف كل الدموع إلا دموع الفرح. نايف الحزيمي. ثبتوا لي على نايف الحزيمي ومسيهم بالخير جميع. عطونا الإجابة الفهد وعطونا المؤشر والمؤشر الأخضر. حمد جاهز؟ الصناديق الحمد. ثلاثين. ثلاثين. 400 نقطة يا حمد. أعطوني سؤال حمد في ختام جولة من القائل. لين قمت أحدد الرسمة بلا طبشورة أثر أديب الشعر يقدر يرسم مسباحة أو يقدر يرسم مسباحة. الشاعر بندر القرقاح، عبد الله الحافي، نواف المخلفي، سلطان الواهبي. ومعك 40 ثانية ومعك وسيلتين مساعدة الجمهور. 400 نقطة صح؟ إيه. وإذا ما تعرف الجواب تقدر تعطي أي إجابة لعلها تصيب ولعلها تخيب. المهم أنك طبقت السنة النبوية وحاولت وفعلت السبب. عشر ثواني. ما اعرف الشعر، ماني بشاعر، ماني بشاعر يا اخي، ماني بشاعر. طيب سلطان جاهز؟ ممكن صوت؟ ممكن صوت؟ ممكن صوت يا جماعه؟ سلطان جاهز؟ يلا اعطونا الصناديق. يا ولد اختار. ترى الخصم حيشتغل يا جماعه، ممكن صوت لو تكرمتوا؟ طيب. الان الجوله الثالثه على بركه الله، بدايه مع الصناديق مع سلطان.